تحت شعار خطوة بترسم بسمة، وللسنة الرابعة عشر على التوالي نظمت جمعية اليونبو على ذوي الاحتياجات الخاصة لقاء مميز بمجمع فؤاد شهاب جوني ومن تنظيم الإعلامي توني بارود وبحضور عدد كبير من فعاليات المنطقة. المسيرة اللي تحولت لتقليد سنوي هالعام كان لها نكهة مختلفة مع نجم الأغنية اللبنانية فارس كرم، اللي برغم انهماكه بتصوير كليب منمنم على مدار يومين أصر على البقاء على الموعد واللقاء مع اليونبوع، فمشي إلى جانب الأطفال من المركز البلدي بجوني ولغاية ملعب فؤاد شهاب، فحب أنه يفرح الأطفال ويشاركهم هالنهار المميز، فكرس لهم وقت طويل وقدم لهم نفسه مع فرقته الموسيقية لإسعادهم على طريقته. يعني إذا ما كنت إنسان ما في يكون فنان وما في يكون محبوب وما في يكون بين هالعالم، هيدا بيعني لي كتير. ذوي الاحتياجات الخاصة عطول لازم يكون حدهم وعطول لازم نوقف معهم، هيدا للحقيقة يعني أنا بعمل إذا بدك بعمل منيح بعيد لبعيد، بس هالمرة حبيت أن يكون موجود معهم وحبيت أن يكون موجود مع اليونبوع وشاركهم بالمارش وكون أنا وياهم غني أنا وياهم. فارس المعروف بأخلاقه العالية ومدى إنسانيته كانت واضحة محبة الناس إله وأسرار على إلقاء التحية عليه والتقاط الصور معه من دون أي تذمر من قبله. أما قد بيتأثر بالمواضيع الإنسانية وقد بيأثروا فيه ذوي الاحتياجات الخاصة، هيك كان جوابه. أكيد بمين ما بتأثر، يعني إذا ما أثرت فيه ما بكون إنسان. أنت يعني الله يخليك، الله يخليك. رح تغني لهم اليوم وتفرحهم؟ بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. إيه إن شاء الله رح أغني لهم والله أقدم الفرح لألهم قبل الناس العاديين. فارس الإنسان المعروف بكرمه وأعماله الخيرية البعيدة عن الإعلام، شو بيقول عن فكرة تأسيسه لجمعية خيرية باسمه؟ باسمي أنا ما بحب، لا حتى ما بدي كانت كتير الخبرية تطلع، بس أنا موجود بيناتهم أكيد رح يعرفوا. فارس غنى وفرح قلوب كبار وصغار على المسرح وسمح للجميع بالغناء معه أجمل الأغاني وأحب على قلبهم. الإعلامي توني بارود الداعم الأكبر لهالجمعية واللي حضر برفقة عائلته وزوجته السابقة كريستينا صوايا، شو قال عن هنهار اللي صار موعد سنوي، عن مدى تأثير جمعية اليونبوع بشخصيته بالإضافة لتوجيهه رسالة خاصة للنجم فارس كرم. صرنا 14 سنة، أول شيء كنا شيء 30 شخص، اليوم في بتعرف فوق 10,000 شخص، والهدف هو خطوة بترسم بسمة بالنسبة لنا أنه إخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة ندمجهم بالمجتمع، وقدرنا أنه ندمجهم بالمجتمع، قدرنا أنه تمشي أنت وياهم إيد بإيد ونحافظ على كرامتهم، ما نخجل فيهم بالعكس لأنه هني مش مثل هني أحسن منا، هني وقفوني على الجاية، هني علموني الحب، هني علموني الإحساس، شعور الصدق، هني علموني أرجع أوقف وأنطلق بالحياة عن جديد. حضور فارس كرم كان مش بس بالصوت، بالأداء الحلو وبالموسيقى تبعه والأغاني الحلوة، حضوره بالإنسانية. فارس كرم كان موجود من أول اللقاء ومشي معنا كمان للآخر، يعني فنان عم يمشي معنا كل الوقت لحتى مش بس يكون عم يغني 10 دقائق أو ربع ساعة أو نص ساعة ويفل، هيدا المهم بفارس كرم. شكرا لك فارس كرم، ميرسي لإنسانيتك، فرحت لهم القلب اليوم، رح يردوا لك إياها بالصلاة لألك ولأهلك ولعائلتك. ثانك يو فارس كرم. خطوة
إنسانية مهمة عم بتقوم فيها عائلة اليومبوك العام اللي عم تكبر سنة عن سنة، وعم بتشجع على احتضان والتفكير بأشخاص ما بيحملوا إلا المحبة والصدق بقلبهم، اللي بتشبه إلى حد كبير طيبة ومحبة الفنان فارس كرم اللي زرع لهم البسمة على وجوههم وفرحهم بهنهار. وبنبدأ من نبدأ وبنبدأ من نبدأ